اختتم مجلس الصحة الخليجي فعاليات هيلث كون والتي استمرت لمدة 3 أيام في دبي ضمن مبادرات إكسبو 2020 في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم جميع الطلاب من جميع دول الخليج أفكارهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها للحملات الثلاث المقررة سابقا، وهي حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الإلكترونية، وحملة المخدرات. وفاز بالجائزة الرئيسية طلاب مملكة البحرين لحملة خطورة السجائر الإلكترونية، حيث سيقوم مجلس الصحة الخليجي بتبني جميع أفكار الطلاب المشاركين خلال حملاته القادمة، وسيتم تضمينها في خطته التوعوية للحملات الثلاث المدرجة في مبادرة هيلث كون. الفريق الفائز بجائزة هيلث كون مجلس الصحة الخليجي مملكة البحرين. الفريق الفائز بجودة المحتوى المملكة العربية السعودية.